مرحبا بكم أحبائي المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات برنامج سفر دانيال في ضوء الأحداث التاريخية والمعاصرة أرحب بضيف الكريم أخونا الدكتور محب نصيف أهلا وسهلا بك أهلا بك لا زلنا في أصحاح تسعة الأصحاح المحوري في هذه النبوة نبوة دانيال وتكلمنا في الحلقة الماضية عن صلاة دانيال وفي الجزء اللي جاي هنتكلم عن الجزء الخاص باسابيع دانيال السبعين. في الحقيقه هنمشي بتأني وتمهل <applause> لان الجزء اللي جاي مهم جدا وغزير جدا بالمعلومات. استاذنك اخويا الدكتور محب ترى لنا الصح 9 من عدد 20 الى 24. تمام. وبينما انا اتكلم واصلي واعترف بخطيتي وخطيه شعبي اسرائيل واطرح تضرعي امام الرب الهي عن جبل قدس الهي وانا متكلم بعد بالصلاه اذا بالرجل جبرائيل الذي رايته في الرؤيا في الابتداء مطارا واغفا لمسني عند وقت تقدمه المساء وفهمني وتكلم معي وقال يا دانيال اني خرجت الان لاعلمك الفهم في ابتداء تضرعاتك خرج الامر وانا جئت لاخبرك لانك انت محبوب فتامل الكلام وافهم الرؤيا سبعون اسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسه لتكميل المعصيه وتتميم الخطايا ولكفاره الاثم وليؤتى بالبر الابدي ولختم الرؤيا والنبوه ولمسح قدوس القدوسين. امين. واضح انه اجابه السماء لصلاه دانيال كانت اجابه سريعه جدا وفوريه بينما انا متكلم ارسل الملاك جبرائيل لكي يعلم ويفهم دانيال بالامر احيانا الرب يستجيب اجابه معجله بطرس مثلا لما ابتدا يغرق صرخ قائلا يا رب نجني في الحال مد يسوع يده وأمسك به لكن هذا لا يحدث دائما فممكن تكون إجابة السماء انتظر علمني أنتظرك يا رب وده درس صعب على الطبيعة لكن في معاملات الله معنا كثيرا ما نحتاج إلى الصبر لكل حاجة عند الرب ليها وقت محدد نفس دانيال هنلاقيه الاصحاح اللي جاي اصحاح عشرة ما جاتش الاجابه فورية هنا وهو بيتكلم جت الاجابه لكن في اصحاح عشرة ظل مسبخا على وجهه ثلاث اسابيع ايام 21 يوم لغايه ما جاله جبرائيل انا عايز حضرتك تقول قد تكون الاجابه معجله وقد تكون مؤجله بالظبط ايام زكريا واليصابات صليا وكان تقيين برين امام الله من اجل طفل لكن السماء صمتت وما جاتش الاجابه فوريه وعدت سنين وكبروا في السن وكانه خلاص يا رب احنا سلمنا ولتكن مشيئتك اللي انت عايزه مش اللي احنا عايزينه وزكريا ظل يخدم لغايه ما بقى شيخ متقدم في الايام وجت الاجابه ف الدرس المهم هنا اننا ننتظر الرب ولا نتعجل الامر احيانا كتير يبقى الرب عايزنا عايز يحتفظ بينا اطول فتره قارعين عند بابه جيد ان ينتظر الانسان ويتوقع, ويتوقع بسكوت خلاص الرب فكرة تاني أنه صلاته دي كانت وقت تقدمة المساء والاجابه جت وقت تقدمة المساء. ايه حكايه تقدمة المساء؟ المحرقه المسائيه اللي كانت بتقدم في الهيكل. المحرقه الدائمه كان في محرقه صباحيه، محرقه مسائيه على طول النار ما تطفيش. بنلاقيها في خروج 29. بالظبط. آه بس هنا بقى في مشكله ان الهيكل مهدوم. ومفيش محرقة بتقدم فين يا عم المحرقة المسائية اللي انت بتحكي عنها دي تقدم في صلاته في روح المحرقة وفي فهمه لقيمة المحرقة رغم خراب الهيكل ورغم آه انه ما كانش فيه حرفياً ذبائح بتقدم في الهيكل وهو ما يقدرش يقدم في بابل يعني دانيال بيصلي لكن لم يقدم ذبيحه واحده في بابل لان التعليمات الالهيه انه في المكان الذي اختاره الرب ليحل اسمه فيه يعني في الهيكل في اورشليم الهيكل اتهدم يبقى ما فيش ذبائح خالص تقدم الا لما يرجعوا اورشليم ويعيدوا بناء الهيكل لكن دانيال كان يصلي في روح هذا الفكر المحرقه اللي تحظى بالقبول امام الله تستجلب الرضا على الشعب على اساس المحرقه انا باتقدم واصلي لان المحرقه بتمامها ترمز الى المسيح تمام وما كانش حد له نصيب فيها للكاهن ولا مقدم المحرقه فبالتمام دي تخص شخص الرب وهي الاساس الوحيد لرضا الرب على شعبه لا قبول للصلاة ولا استجابة للصلاة إلا في استحقاقات شخص ربنا يسوع المسيح كالمحرقة عشان كده هو ختم صلاته بكلمة من أجل السيد بالزبط. مش عشاننا إحنا أي. والحقيقة أي. بقى قصة إن وقت تقدمت المساء تقدمة المساء أو وقت إصعاد التقدمة نلاقيها عدة مرات بص الأتقياء فاهمين أي. الحيثية اللي هتجلب الرضا وتحرك السماء مش احنا مش حرارة صلواتنا مش اتضاعنا مش توبتنا لكن المحرقة ده اللي حصل في ايام صموئيل الشعب تاب وناح كل اسرائيل وراء الرب تابوا توبة حقيقية كان جواهم اشواق للبركة و... مسكوا في صمويل وقالوا له لا تكف عن الصراخ الى الرب من اجلنا قال لهم بصوا حلو انكم تبتوا وحلو ان انا هصلي وهصرخ للرب لكن بدون المحرقه ولا حاجه هتتعمل فقدم حمل رضيع بتمامه الى الرب محرقه وراح يصلي الفكرة التانية أو الحادثة الثانية أيام إلي على جبل الكرمل الملوك الأول 18 أنبياء البعل قعدوا ست ساعات يصرخوا علشان تنزل نار على المذبح بتاعهم يا بعل أجبنا مفيش هو رمم مذبح الرب ورتب الحطب وعمل قناه وحط الطور بتاعه وقت إصعاد التقدمه المسائيه راح يصلي عشان تنزل النار والرب استجاب الحادثه الثالثة في أيام أليشع لما كان الملوك الثلاثة في الملوك الثاني ثلاثة الملوك الثلاثة اللي راحوا الأليشع وتاهوا في الصحراء وكانوا هيموتوا لأن ما فيش مية وأليشع نجدهم وقدم فكر النعمة اجعلوا هذا الوادي جبابا جبابا مش هتشوفوا ريح ولا مطر لكن هذا الوادي يمتلئ ماء تشربون أنتم والرب هيديكم نصرة على مؤاب وعلى أعدائكم يقول الكتاب عند إصعاد التقدمة التقدمة الصباحية المحرقة المحرقة الم... الصباحية إذا مياه آتية عن طريق أدوم أيام اللي هي المطر نزل وقت إصعاد التقدمة المسائية أيام اليشع المية جت وقت إصعاد التقدمة عزرة برضه تقدم يصلي في عزرة تسعة وقت تقدمة المساء كان متزلل إلى وق... إلى تقدمة المساء وعند تقدمة المساء راح يصلي يبقى دانيال كان فاهم جدا فاهم فكرة الرب في حاجة تاني لما بيقول استكمالا للآية الأولى عدد عشرين وأعترف بخطيتي وخطية شعبي ده مش بس كان دارس وفاهم المحرقة يبدو انه كان علم عنده علم عن الذبايح كلها ليه؟ يبدو انه تعلم ما هو الاكل من ذبيحه الخطيه فاعتبر ان خطيه الشعب ده اكيد خطيته يعني الفكر ده جاله ازاي؟ ادي المحرقه هو جاب المحرقه منين؟ عرف حاجه من سفر اللاويين وبعدين ذبيحه الخطيه المحرقه ما فيش حد ياكل منها بتمامها وكمالها لله ده نصيب الله واللي تيجي في إصحاح واحد أول الذبايح لكن ذبيحة الخطية الكاهن ياكل منها أي. فهنا ما معنى إن الكاهن ياكل منها يعني الكاهن بيشترك مع مقدم الذبيحة وكأنه بيقول له اللي عملته ده دي خطيتي أنا تمام. ومن هنا تعلم دانيال هذا الدرس فاعتبر إن خطية شعبه هي خطيته وده معنى الاكل من ذبيحه الخطيه. مظبوط جدا هذا الفكر جميل وكمان بنشوف دانيال انه رجل صلاه وتضرع من اصحاح اثنين وهو لسه في بدايه السبي وشاب صغير. عمل اول اجتماع صلاه زي ما شفنا. وصلى ان الرب ينور ذهنه ويكشف له الحلم بتاع نبوخذ نصر. المرة الثانية في أصحاح ستة لما ذهب إلى عليته وكواه مفتوحة نحو أورشليم وصلى وحمد رغم المرسوم إنك تترمي في الجب المرة الثالثة لصلوات دانيال في أصحاح تسعة اللي احنا بنتأمل فيه. تمام. في ابتداء تضرعاتك خرج الأمر الأمر الإلهي. وأنا جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب. رغم السبي رغم الظروف الصعبة اللي انت فيها رغم السنين الصعبة وانت بعيد عن أورشليم انت محبوب فأي واحد بيتعرض لظروف ضاغطة مش معناه ان الرب تركه او غضبان عليه دانيال كان محبوبا أحيانا الرب يتعامل مع اتقياء ما عملوش حاجة ودانيال ما كانش السبب آباؤنا أخطأوا وليسوا بموجودين بس أتحد نفسه بيهم الرب يشجعه ويقول له أنت محبوب مرتين أو ثلاثة ودي رسالة من السماء أنت محبوب الحقيقة وإحنا بنسمع الكلام الحلو ده الرب بيقول أو الإعلان لدانيال لأنك محبوب نظرة الرب ما تتغيرش صحيح مهما كانت الحالة ومهما وصل الأمر من فطور وانحدار روحي وإذا كان دانيال أتحد نفسه بالشعب وهم في حالة سيئة جدا لكن يقال عنه إنه محبوب إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا لن يقدر أن ينكر نفسه أن رب نظرته لينا ثابتة وتقديره لينا ثابت مهما كانت الظروف. فاصل وألتقي معكم بعد الفاصل. شكراً لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو إرسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarma.tv.com كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarma.tv.com أو راسلنا على Bo Box 3610 Seal Beach California 90740 وعدنا إليكم أحباب بعد الفاصل لنستكمل دراستنا في سفر دانيال أصحاح تسعة دانيال كان فاهم أنه بعد السبعين سنة مش بس هم هيرجعوا أرضهم ده المسيح هيجي ويملك عليهم ويحقق المواعيد وده اللي ما كانش مظبوط وده اللي فهمه من أصحاح اتنين الحجر الساحق اللي قطع بغير يدين انا باكد فكره حضرتك اللي صحق كل ممالك الامم وبعدين وصار جبلا كبيرا وملا الارض كلها ده سياره المسيح على العالم كله بالضبط هو كان متوقع كده ايوه والملاك ارسل عشان يصحح له المعلومه ان هم مش سبعين سنه هم في الحقيقه سبعين اسبوع هو اعتقد كده من نبوة أرمية اللي أرسلت إلى المسبيين في بابل في أرمية 29 لما الرب بيقول لهم عند تمام السبعين سنة أتعهدكم أقيم لكم كلامي الصالح بردكم إلى هذا الموضع عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء فتدعونني وتذهبون وتصلين تصلون الي فاسمع لكم تطلبونني فتجدوني تطلبونني بكل قلوبكم فاوجد لكم ارد سبيكم اجمعكم هو اعتقد انه خلاص احنا كده انت هتيجي تملك علينا بس الملاك قال له كلام تاني ان هم فهموا. مش سبعين فهموا مش سبعين سنه لكن سبعين اسبوع سنين. سنين. يعني ربعمية وتسعين سنة لكن البعض بيسأل يا أخونا محب أيوة. ليه الرب حدد هذا الرقم سبعين ليه السبي البابلي كان سبعين سنة الحقيقة كان على الشعب قديما أن يزرع الأرض ست سنين أيوة. وفي السنة السابعة تسمى سنة سبتية أيوة. كان يجب ان تستريح الارض هم خلفوا هذه الوصيه أيوة. سبعين مره أيوة. خلفوها سبعين مره عشان كده كان يجب مم. ان يكون السبي سبعين سنه وتكون المدة المدة الزمنية كلها الخط النبوي بتاع دانيال سبعين اسبوع سنين مم. يعني سبعين في سبعة نفس المدة اللي هم كسروا فيها أه وصية الرب تمام سبعون اسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك. واخدين بالنا انه مش بيقول على شعبي ولا مدينتي ولا مدينتي. آه. لان الشعب لما راحوا السبي كانوا بلغه هوشع لو عمي لانكم لستم شعبي. لستم شعبي. رفض شعبه ورفض مدينته. فبيقول له دول شعبك انت يا دانيال ومدينتك المقدسه يا دانيال اللي هي اورشليم ليه بقى آه لتكميل المعصيه تكميل المعصيه آه نشوف انه معاصي اسرائيل هتكمل دي على مراحل كتيره جدا ايوه اللي عملوه إيه؟ واستدعى السبي كان جزء في المعاصي يا ترى ايه اهم هذه المراحل؟ صلب ابن الله ده القمه طبعا وهيتشتتوا تاني وسط الامم مش بس صلب ابن الله هم رفضوا المسيح وهيقبلوا ضد المسيح وهيقبلوا ضد, ضد المسيح ضد المسيح شو ازاي وايوه وهتعود الوثنيه مرة تاني مرة تاني اللي ما كانتش قبل كده في النص الثاني من الاسبوع لما هيقبلوا النبي الكذاب والوحش ويسجدوا لي تعرف حضرتك ان جريمه صلب ابن الله هي سبب كل المتاعب اللي كلها. في العالم بصفه عامه ومنطقه الشرق الاوسط بصفه خاصه. تمام ولن ولن تحل هذه المشاكل الا برد الاعتبار للرب يسوع المسيح الشخص الذي اهين على الارض. يرد الاعتبار له في ذات المكان الذي اهين فيه. بالظبط. يبقى اذا السبعين اسبوع عند نهايه السبعين اسبوع. السبعين سبع سنين وهو طبعا قسمهم له في فواصل لكن في نهايه الاسبوع السبعين هيحصل الكلام ده. تكميل المعصيه تكون خلصت خالص بنهايه الضيقه والتمرد على الرب وتبعية النبي الكذاب امتى هيملك ما هتكمل عندما يأتي المسيح ليملك عليهم اول واحدة لتكميل المعصية لسه ما كملتش تتميم الخطايا ولكفارة الاثم برضو دي لسه ما كملتش لسه لان لسه هيقبلوا ضد المسيح النبي الكذاب بعد كده بالضبط ويسجدوا للوحش آه بالظبط كدة كفارة الإثم مش آه يوم الكفارة السنوية بتاعهم لا ولا حتي صلب المسيح لا اللي صنع الكفارة لكن هنا بيمد البصر إلي ما قبل الظهور مباشرة لما يقبلوا من يد الرب ضعفين إشعياء أربعين واحد واثنين عزوا عزوا شعبي يقول إلهكم طيبوا قلب أورشليم قولوا لها إنه اسمها قد كفر عنه عفي عنه لأنها قبلت من يد الرب ضعفين لاحظ حضرتك كفارة الاسم يعني في كفارة تمام متى يتمتعوا بهذه الكفاره لازم نرجع لزكريا 12 مظبوط زكريا 12 يقول كده وافيض على, على بيت داود أيوة. وعلى سكان اورشليم برضو تاكيدا هنا لا يتكلم عن الكنيسه طبعا ولا يتكلم عن الوقت الحاضر طبعا, طبعاً. وافيض على بيت داود وعلى سكان اورشليم روح النعمه والتضرعات شو بقى فينظرون الي الرب بيتكلم الذي طعمه نعم. نعم. وينوحون عليه كنائح على وحيد له ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكرية هنا يتم القول كفارة الاسم بالضبط كده وليؤتى بالبر الأبدي هنا مش البر اللي اتكلم عنه بولس في رومية ثلاثة قد ظهر بر الله لا. لكن هنا بيمد البصر لنهاية <applause> السبعين أسبوع عندما يملك المسيح ملك البر وملك السلام يعني البر الأبدي سيتحقق في الملك الألفي السعيد مية في عندما يكون الرحمة والحق التقيا البر والسلام تلاسما ليه النهاردة ما فيش سلام في العالم لأنه ما فيش بر أي. ليه ما فيش سلام في البيوت وفي مشاكل لان ما فيش بر ليه ما فيش سلام حتى بين الجماعات المسيحيه والكنائس المحليه لانه ما فيش بر ده السبب الرئيسي ليه المشاكل مش راضيه تتحل لان ما فيش بر ولن يعود السلام الا لما يتحقق البر سواء على مستوى الفرد أو العيلة أو الكنائس وده طبعا بشكل أكمل هيتحقق في ملك المسيح يسود البر أولا ثم أي. يسود السلام المسيح ملك البر وملك السلام وده نشوفه في ملكي صادق أي. عبرانين سبعة بولس يوضح الفكرة دي جدا ويقول إن ملكي صادق ده ملك سليم، بس اسمه ملكي صادق يعني ملك البر، وهو يقولها كده المترجم أولاً ملك البر، ثم أيضاً ملك سليم أي ملك السلام. السلام. هيسود البر ويسود السلام، يعني ده يؤتى بالبر الأبدي. عشان كده الرب يسوع باعتباره رئيس الكهنة مش على رتبة هارون، لأ على رتبة ملكي صادق. ورتبة ملك صادق هي اعظم من رتبة هارون. بالظبط. هارون كان كاهن فقط لكن ملك صادق كاهن وملك. تمام. م. ولختم الرؤيا والنبوة يعني خلاص ما فيش نبوات تاني. أي. وده برضه هيتحقق عندما يملك المسيح. طول ما لسه ما جاش لا في نبوة وفي رؤى. وفي اعلان لفكرة الله لان لسه المسيح لم يملك النبوات اتجهت بمنظار النبوه الى الحدث ده ملك المسيح متى تحقق هذا ما فيش حاجه تانية هتحصل بعديه تمام فعشان كده في الظهور والملك اللي اتكلمت عنهم النبوات هيتحقق كل النبوات ولا تكون بعد حاجة إلى نبوات ختم الرؤية والنبوة آخر حاجة أيوة. مسح قدوس القدوسين لمسح قدوس القدوسين بمعنى تدشين قدس الأقداس بس ده إمتى بقى مش حتى الهيكل اللي هيتبني بعد الاختطاف في أول السبع سنين ويقدموا فيه الذبايح والوحش يحميهم من بطش ملك الشمال لا مش ده لإن ده نفسه هيتنجس في منتصف الأسبوع وده ركسة الخراب أمال بيتكلم عن ايه بقى بيتكلم عن ده جوه الاسبوع الأخير احنا دلوقتي عايزين نهاية الاسبوع الأخير اللي فيه يجي الرب نفسه ويملك لما الرب هيجي ويملك هو بنفسه هيبني الهيكل وده اللي نقراه في حزقيال 40 الى 48 شكرا احبائي المشاهدين لقد راينا فشل الانسان في كل مراحل التاريخ وعلى مدى كل العصور والايام الغابره فبمناسبه قصه بناء الهيكل الذي ختمت به هذه الحلقه اول هيكل بناه الملك سليمان في سبع سنين ومر بمراحل كثيره جدا جدا خرب وأعيد تجديده وخرب وأعيد تجديده مرات كثيرة لدرجة أن اليهود في الوقت الحاضر يتطلعون إلى بناء الهيكل وإن كان يبنوه بعد الاختطاف لكنه سيخرب مرة ثانية عندما تقام فيه العبادة الوثنية اللي سميها الرب برقصة الخراب ولن يتبقى في هذا البناء الشامخ إلا ما يبنيه الرب الإله ففي ما بين نهاية السبع سنين وبداية الملك الألف السعيد سيتم بناء الهيكل الجديد الهيكل الألفي الذي سوف يبنيه الرب الإله بنفسه وده اللي هنشوفه في سفر حسقيال من أصحاح 40 إلى أصحاح 48 أشكركم من أجل نعمة الأصغاء ألتقي معكم في حلقة جديدة الرب معكم آمين